في قطاع البترول شهد عام 2023 انطلاق منتدى مصر للتعدين في نسخته الثانية في يوليو تحت شعار البناء على 120 عاماً من الاكتشافات الجيولوجية لمستقبل مستدام منخفض الكربون. هذا وقد حقق المنتدى عدداً من النتائج الهامة، كان على رأسها زيادة المهتمين بالاستثمار في مصر في مجال التعدين وإطلاق مكامن ثرواتها التعدينية، والذي يتضح من حجم المشاركة في النسخة الثانية ومشاركة شركات عالمية في المنتدى والمعرض المصاحب له، كما تم توقيع 29 اتفاقية للبحث عن البترول والغاز بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 1.2 مليار دولار.